شاء الله جميله. اجي برضه سمينه بالصلاه على النبي. جميل. بقول لك يعني ايه دوباره سمينه؟ دوباره سمينه بقى سمكه مزرعتها شبعانه، مزرعتها بتاكل يعني بتعادل. السمكه السمينه دي حلوه؟ اه يبقى فوق تحت المبطرخه في معدل المبطرخه. طيب انا عايز اسالك سؤال، ايه الفرق بين السمكه المبطرخه والسمكه الصايمه وانهي احلى؟ طبعا المبطرخه هي الصايمه، السمكه كويسه اه بس المبطرخه احسن، المبطرخه شهر 12 و11 بس، انما السمكه الصايمه تلاقيها في معدل اليوم. فالسمكه المبطرخه احسن عشان طبعا عشان هي بس مبطرخه. ايوه تمام. المبطرخه الابله بتاع البوري في معدل 50 و 100 جنيه ده في 12 واحد كده، البطرخ 12 واحد صح كده لما بتبطرخ؟ يبقى ما شاء الله عندك انواع جميله. عندي سمك بقى النهارده، سمك بقى عندنا بس كله في عنبر اللي هو من فصيله البربوني. ده ايه؟ من فصيله البربوني. اسمه عنبر. ايه؟ عنبر؟ اهو من فصيله البربوني. ده بلدي ولا مستورد؟ مجمد. سعره كام؟ يعني في حركه مثلا هو بيطلع حركه 75. 75؟ اه طبعا ما فيش بربوني دلوقتي بلدي. لا 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 ما فيش دلوقتي. موسم يلا مش موسم. مش الموسم بتاعي. حد عايز يشوف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.